الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أجيب لكم وصفة جميلة جدا وممتازة. دي بتعالج ندبات الوجه اللي هي الجروح القديمة وآثار الجروح القديمة. بتعالج حب الشباب والتجاعيد. الوصفة دي مكونات الوصفة وهي عبارة عن هنجيب بصلة صغيرة و هنجيب برشام ريفو او اسبرين. تمام، هنعمل الوصفه دي ازاي؟ بعد كده هنجيب الاسبرين، تمام، وهنفك الاسبرين كده، تمام، فك ثلاث برشامات او اربع برشامات اسبرين، هنفكهم كده وبعد كده هنطحنهم بالمعلقة، بظهر المعلقة زي كده اهوتي. اطحنهم كويس، تمام، بظهر المعلقة لغاية ما يبقوا ايه زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنجيب خلاصة البصل اللي احنا عملناها، هناخد منها هنعجن بيها الريفو، او اذا كنا استخدمنا اسبرين نعجن بيها الريفو او الاسبرين. تمام، ممكن نزود شوية كمان. تمام، وخلاصة البصل دياتي مفيدة جدا لعلاج حب الشباب، مفيدة لعلاج الندبات، وهي أصلا موجودة في بعض الأدوية اللي هي بتعالج الندبات، زي في علاج اسمه كونتراكت يوبكس، في منه مستورد وفي منه مصري. ده عبارة عن خلاصة البصل وهيبرين. تمام، دي المادة الفعالة فيه، خلاصة البصل والهيبرين. تمام، هنقلبها كويس عشان تبقى ايه عاملة زي العجينة. طبعا ممكن تعمل كمية اكتر من كده، يعني ممكن تجيب شريطين مثلا وتعمل كمية أكبر، مثلا يكفوك أسبوع، أسبوعين، 10 أيام، على حسب ايه. لو عندك ندبة مثلا محتاجة تاخد مثلا وقت معاك، كان جرح مثلا كبير وكده ومعلم علامة كبيرة والكلام ده. تمام، طبعا دي بتستخدم، الخلطة دي تستخدم مرتين في اليوم، بتستخدم مرتين في اليوم للندبات، وبتستخدم يوم، يعني كل يومين مرة، دي لعلاج حب الشباب وكده يعني. تمام، طريقة الاستخدام انك هتاخد منها كده وتحط، لو في ندبة هنا ولا كده على الايد، او في علاج حب الشباب، هتدهن مكانها كده وهتسيبها زي نص ساعة على ما تنشف، وبعد كده تغسلها بالمية عادي. تمام، وان شاء الله هتحس بنتيجة في خلال اقل فترة ممكنة يعني. ولو عجبكم الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك اجدد فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.